وقد جاء عند ابن سعد بإسناد صححه ابن حجر قال هو صحيح إلى الزهري من أن عمر رضي الله عنه ما كان يأذن لأحد من السبي يدخل المدينة، فأرسل إليه المغيرة ابن شعبة وهو وال على الكوفة قال إن هذا رجل حداد نقاش نجار فسينتفع الناس به وهو غلام للمغيرة فأذن له، فأذن له عمر رضي الله عنه، فجعل المغيرة عليه خراجا 100. فأتى هذا الغلام وهو أبو لؤلؤ المجوسي فقال لعمر لتكلم المغيرة حتى يخفف عني، فقال عمر رضي الله عنه ما أرى هذا الخراج كثيرا عليك في عملك، فولى ساخطا. فلقيه عمر رضي الله عنه بعد ليال، وعمر رضي الله عنه أراد أن يكلم المغيرة، ولذلك في صحيح البخاري قال لقد فعلت به خيرا، يقول عن أبي لؤلؤة لقد فعلت به خيرا. فمر به بعد ليال فقال عمر رضي الله عنه سمعت أنك تستطيع أن تصنع رحى تطحن بالريح، فقال أبو لؤلؤة قال لأصنعن لك رحى يتحدث بها الناس، وكان قوله وهو عابس. فقال عمر رضي الله عنه مقبلا لمن عنده قال لقد توعدني هذا الغلام.